طبعا الاخ ده احنا جاوبنا عليه في الدرس، يعني بيتكلم بقى عن الخروج مع جماعه التبليغ والدعوه، يعني يقول يعني ان كان لا يجوز فاجب بالتفصيل. فطبعا احنا فصلنا طبعا هذا الامر قبل ذلك مرارا وتكرارا، ولذلك انا بقول لصاحبنا اللي هو بعت هذا السؤال اصبر شهرين ثلاثه بس تحضر الدرس ده ان شاء الله، وبعدين ابقى اكتب لي تقرير في نهايه امريكا هل يمكن ان تخرج ام لا. انا بقول بالكم المليانه اهو، وبقول بقالي 25 سنه من يوم ما عرفت جماعه التبليغ والدعوه، الجماعه دي متدثره ببدع لا اخر لها. الخروج عندهم ركن، ركن لا يعني تتم الجماعة إلا بهذا الركن، وهذا الركن بدعة، فما بالك بما هو دون الركن من الواجبات والمستحبات وما دون ذلك. كان الركن أساسا لمرتكنين عليه بدعة. إحنا بنقول يا جماعة الصحابة كانوا يخرجون، هو أنا ما بخرجش؟ هو أنا لما خرجت من بيتي وجيت الجامع هو ده مش خروج؟ هو أنا لما خرجت من بيتي ورحت القاهرة هو ده مش خروج؟ هو أنا لما خرجت من بيتي ورحت مثلا أي بلد من بلاد أوروبا ولا بلاد البلاد العربية هو ده مش خروج؟ إنما خرجت لأعلم. هو خرج يعمل إيه بقى؟ هو راجل بهم وبيقول إحنا مش علماء وما بنعرفش حاجة في العلم وإحنا جهل. الحق يقال هم صادقون، يعني هم معترفين بالمسألة دي وهم لا يكذبون، يقول لك انا احنا ناس جهلة. تمام. طب انت لما انت جاهل طالع تقول ايه؟ تقول لصاحبك لو ده حقيقة حصلت اتنين رايحين بلد عمرهم ما دخلوه، فالجماعة قالوا يا جماعة روح هاتولنا جبنة، شوفوا اي بقالة هاتولنا جبنة وفول والكلام ده، فواحد ماشي مع صاحبه داخل في الشوارع مش فاهم بقى، فواحد قال اما اسال له قال له لا واذا سالت فاسال الله. طب ده لو عنده اي قدر من العلم كان ممكن يقول الكلمه دي؟ طيب انا معاك هتقول ايه؟ بقال يا رب. هيقول ايه ده؟ لو انا عايز انفذ الكلام بتاعك واذا سالت فاسال الله اعملها ازاي دي؟ السؤال في الاصل محرم ابيح للضرورة، زي سؤال في الجاهل لاهل العلم. النهارده ده راجل ما عندوش اي حاجه عشان كده خرج جوابه على مقتضى هذا الجهل. احنا بنقول له تعالى تعلم، تعالى اتعلم الاول، والله ما عايزك تبقى سلفي، تبقى يعني تبع السلفيين، السلفيين مش جماعه. ها مش حكايه مش عايز يبقى سلف، يعني مش عايز يبقى في الجماعه السلفيه. هو متصور السلفيين لهم جماعه كده، وانا كده بخطفه من جماعه التبليغ مثلا احطه في الجماعه السلفيه؟ لا، السلفيين ليسوا جماعه، السلفيه منهج خلاص، ولذلك هي تسع كل المسلمين ولا تجد عندهم تعصبا مثل الجماعات الاخرى اللي لها اطار كده اهو محدود. إذا دخلت في الإطار تبقى منهم، خرجت بره تبقى مش منهم. لا. فأنا بقول له تعالى اتعلم، واخد المسألة دي بحساسية بالغة، فاكر إن أنا عايز أضمه ليه. طب أنا يعني وقلما أحلف والله يا سيدي ما عايزك. صدقت. وأنا قلما أحلف. بس تعالى اتعلم. إذا قعدت الحلقة بتاعتنا دي وتعلم، أنا راضي. إن هو أن يعمل قانون العلم بعد ما يتعلم. إذا العلم قال له اخرج أنا مش هعرض. وأنا أعلم أنه سيخرج مثل خروجي. زي ما أنا بخرج برضه. يخرج يعلم. الصحابة اللي بيحتجوا بيهم كلهم كانوا بيخرجوا بس بعد ما صاروا علماء. أو في صحابي يوصف بجهل. في صحابي اسمه مش عارف حاجة. كل الصحابة كانوا علماء. ولذلك تفرقوا في الأمصار بغية نشر العلم. والخليفة لما أراد من مالك أراد أن يحمل المسلمين على موطأ مالك، إمام مالك لإنصافه رحمه الله قال أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا وعند كل واحد ما ليس عند الآخر،
فأنا ربما يكون أنا أدركت شيئا وغابت عني أشياء موجودة مع صحابي راح الكوف وأنا لم أرحل إلى الكوف. فمن الظلم البين أن نحمل المسلمين على كتاب لم يجمع كل ما عند الصحابة من العلم وقد تفرقوا في كل البلاد. خلاص، إذا كنتم في الصحابة تعلمتم وعلمكم معلم راشد عالم بالكتاب والسنة فلا بأس. والمسألة طويلة الذيل وعلماءنا صنفوا فيها، وشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تكلم فيها بكلام طويل ولو أكثر من 3-4 شرائح في المسألة دي. والشيخ حمود التويدري أحد علماء السعودية الكبار له كتاب اسمه القول البليغ في جماعة التبليغ. وأنا يعني أتمنى حقيقة لهم الخير، وياريت بس يعني الهالة اللي هم حاطينها دي يتركوها، وعندئذ يعني سيستطعمون ما أقول لهم. هم متهمينهم إن العلم طاغوت والعلم صنم يعبد. عشان كده كل من يوصف بالعلم في زماننا هذا ممنوع على واحد من الجماعة يستفتيه. يعني مثلا أنا والشيخ محمد يعقوب والشيخ محمد حسن والشيخ مصطفى العالي والشيخ محمد إسماعيل والشيخ ياسر برهاني والشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ أحمد فريد والشيخ محمد عبد المقصود، وإخواننا دول كلهم محطوطين في الليستة السود. الكلام ده حقيقي وأنا على رأسي، لكن أنا أكثر واحد يحذرون مني بسبب إيه؟ بسبب الكلام اللي أنا بتكلم له. وأنا إنما نصحته وما آلوه. أنا لا أنا كسبان حاجة من جامعة التبليغ، لا أقول كسبان ولا أذكره خطرة، فيش مشاكل عندي خالص، ولا عملت يوم من الأيام بقصد إن أنا ألم جماعة ولا ألم حواليا ناس ولا الكلام. والله يا إخواننا أنا أهرب من الناس وبهرب من كل مكان يتجمع فيه الناس، ما بلمش ناس ولا الكلام. فأنا عايزهم بس يطمئنوا، أنا لما بقول الكلام ده ما بلمش حد، مش هاخد حد من عندهم. انا ما بصليش في المساجد حتى لا اقوم، ولو عرفت ان مسجد هيخليني اصلي فيه امام لا يمكن ادخل. واحيانا اصلي في مساجد لا اعرف الامام بتاعها بيطول ولا بيقصر ولا الكلام ده. ليه؟ لاني بدخله الاول مره. فانا عايز بس اقول لاخواننا ده هم يعني انا مش بعمال اخد من الجماعه بنحت منهم وباخد احط عندي في رصيدي وراس مالي، لا، انما انا ادعوهم الى علم الكتاب والسنه. فأنا لا أتعصب إن شاء الله إلا لما أعتقد أنه الحق وقامت عليه الدلائل عندي.